ترى بالذهب الشناوي هيرجع مرة تانية لحراسة مرمى النادي الأهلي بداية من مباراة فاركو؟ هيلعب أساسي. ما مش معقول لعيب بيلعب منتخب مصر الجون الأساسي وبعدين يجي يقعد في النادي، لكن هيبقى في ظلم كبير على مصطفى شوبير لأنه مؤدي بأداء جيد، وأنت كده ممكن تخسر بلعيب أو حارس مرمى وقعته لو قعدته. ايوه بس هو الشناوي جاي من المنتخب ماشي، بقى يحصل يبقى يحصل تبادل يا اسلام. مفروض ايه؟ انا ببص احنا مش بنتكلم اهو، افتكر الكلام ده. الشناوي الماتشات اللي جايه دي هيخش فيه جوان سهله جدا. طبيعي اي جول بيدخل. لا يا حبيبي اهدى بس. لا يا حبيبي اهدى بس. لا لا رد على سؤالي بس. ظلم طبعا. ظلم؟ اه طبعا ظلم. الشناوي جاي من المنتخب لاعب اساسي ماتشين يا راجل، ما انت لسه بتقول ده فريقين اصلا مضروبين بالنار. اهدى ده منتخبين علاقة. ده منتخبين على الله حكايتهم. اساسي بكلمك يرجع يقعد على الدكه. عدل ربنا هيبقى ظلم. عدل ربنا عدل ربنا. طب والنبي عيني في عينك كده. اه والله العظيم، وانا والله العظيم ظلم، والله ظلم. لما انت يكون حارس مرمى جايب لك بطوله، اقوى بطوله في افريقيا، انا ماليش دعوه بالمنتخب، انا ماليش دعوه بالمنتخب، ما تعمليش كده. انت بتعمل يعني كده. لا لا ما انا اهو معاك. اه ما تعمل ده يعني. انت ما لعبتش دعوه بالمنتخب. ما لعبتش مثلا الارجنتين ولا البرازيل وهو قطر. انت المفروض انت هتلعب في تصفيات افريقيا المونديال الارجنتين والبرازيل. ما طبيعي انا بتكلم على الماتشات. انت بتتكلم على المستوى. المنتخب هو لاعب اساسي. طب راح يطلع كام يرجع كرة. يقعد على الدكه. يرجع يقعد على الدكه. الشناوي يعني الشناوي ده مثلا اللي هو توت او واحد من اهم الحراس في ماشي تاريخ مصر. ياخد دوره في تاريخ مصر. ياخد دوره ياخد دوره، لان الراجل ده هو اللي كان بتحصل ايامكم. كان بتحصل ايامكم يا كابتن ابو دهب يبقى الحارس بتاع النادي الاهلي جاي من المنتخب ايا كان، يطلع شوبير يطلع الحضر يطلع اي حد. لا لا استنى، كان بيبقى جاي من المنتخب يجي يقعد على الدكه. احنا هنهزر. طب قول لي واقعة دي بقى. اتعملت مع الحضري كذا مرة. فين؟ لما كان بيروح منتخب ويلعب. لا ده لا 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 ما أيوه لا يا كان بيلعب أساسا. لا لا يا حبيبي تعملتش. لا كان شوبير اللي بيلعب. ما اتعملتش يا كابتن. فين؟ لما كان في آخر. لا ده الحضري كان ساعتها منتخب أولمبي يا كابتن. يا حبيبي لا منتخب مصر. هو ساعتها كان حد يقدر يقعد شوبير يا كابتن؟ لا ما أنا بقول لك أهو. ما أنا بقول لك كان جاي من منتخب كان شوبير اللي بيقعد. عادي جدا. ليه؟ اسأل شوبير. لا بسألك أنت. هو ليه ليه بقى وتقول السبب الحقيقي؟ هقول لك السبب الحقيقي. السبب الحقيقي ان هو كان بيتمرن والراجل شايفه تحت عينه. لا وكان رقم واحد يا جد. ده مش السبب الحقيقي. كان رقم واحد. قول لي السبب الحقيقي وانا اقول. لا والله انت عارف السبب الحقيقي ايه عشان انه له يعني. لا والله أنا ابدا علاقة. والله ابدا انت اللي قلت. انا مالي لا لا في ايامنا. لا ايامنا قلبت على محمد نجم ليه؟ ليه يا عم شفيق يا رب؟ ما انا بقول لك. لا لا بص انت بتتكلم في حاجه اصلا يعني بتتكلم يعني في حاجه. الشناوي طبيعي لا طبيعي طبعا. هو الشناوي انزل زيزو. لا والنبي بلاش. طب يعني طب ماشي ماشي يعني ايه زيزو جاي من المنتخب يقعد احتياطي مع الزمالك؟ لا هو في حد زي زيزو ولا في حد زي الشناوي؟ لا مصطفى خلاص. لا يعني مصطفى ان شاء الله يبقى حارس كويس. يا ابني جايب لك بطوله ماشي. قويه مظلموش مظلوموش لان انت اصلا الجون انا قلت لك الجون اللي دخل فينا بتاع بوركينا فاسو دوت جون رباني. انت رباني وانت بتلعب مع المنتخب اساسي كنت بترجع في النادي الاهلي تقعد احتياطي؟ لا لا ده اصلا انت بتتخانق عشان تجيب اللعيبه الدوليه تلعب. انا جايز يمكن انا ما كنتش يعني ما انا بقول لك بتعامل معاكوا او بس هو بس هو في حاجه مع المنتخب او مع الانديه خلال الفتره يعني حصلت معانا في سنه حصلت أيوة معانا في سنه كان الكاس بيتلعب بدون اللعيبه الدوليه. لا انا مالي باللعيبه. لا ما لما جبنا لعيبه دوليه. لا ما انا هقول لك. طيب انا هقول لك اسمعني. طب اسمعني اسمعني. ما تقعدوش تلفوها. لا 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 ماليش دعوه بالكاس. هو انا هلعب بكره الكاس؟ ما انت مش فاهمني. انا بلعب بكره الدوري. لا لا هقول لك على حاجه كويسه. عشان في ظلم خسرنا الكاس من النادي. ليه؟ لان اللعيبه الدوليه ما كانتش بتلعب. واخد بالك؟ لان كانوا لسه جايين امبارح. ليه ده كان الكابتن شوبير هو اللي واقف في ماتش 97.
ايوه بتاع الاسماعيلي. انا بكلمك لا ايه الظلم؟ الظلم ان مش في حراسة المرمى يعني في كله. ما هو جه حسام حسن لعب وابراهيم حسن لعب وادي خشبه لعب وما اعرفش مين لعب ومين لعب. طبيعي يا كابتن. لا يا حبيبي احنا كنا مكسرين الدنيا. لا ما دول وصلوا يعني انت